كي اللي في قلبك الكل رياض. اليوم مشيت للكوت ديفوار وكنت ضمن نخبة النخبة نتاع اللاعبين الأفارقة، وهذا شرف لتونس، شرف لكرة القدم التونسية، ثم شرف لرياض بوعزيزي. شنو اللي ينقصنا في تونس رياض باش نكونوا اليوم نحن نتصدروا المشهد الكروي في إفريقيا؟ ينقصنا من كل حاجة شوي شوي، يعني ابتداء من القوانين، شوية قوانين وشوية محبة لبعضنا واحترام وقدر، ونحطوا يدينا في يدين بعضنا، ونعرفوا اللي بلادنا هذه راي ترفع الناس كل، وما ينجمش حتى شخص واحده ينجم يعمل حاجة للبلاد، لازم الناس كل تساهم، كل واحد بطريقته، الفني فني والإعلامي إعلامي والإداري إداري، والسلطة تقوم بواجبها، وهكا ننهضوا بها البلاد اللي هي تستاهل أكثر من اللي احنا مقدمينه لها، وإن شاء الله يا ربي يعني نكونوا صادقين ونعاهدوا ربي عليها باش ما نخونوهاش وباش ما نعطوها كل ما تستحق، لأن أعطتنا كل شيء بلادنا وهي حاليا يعني ما تستاهلش اللي هي فيه. ان شاء الله يا رب القادم افضل، وان شاء الله يعني الاجيال القادمه ان شاء الله تسامحنا وتسامح الناس اللي تسببت يعني في ممكن ما خلتهمش ياخذوا فرصتهم، ما شاء الله الاجيال القادمه يا رب تاخذ فرصتها، وراو عندنا تونس ولاده وعندنا من المواهب اللي نجم يرفع اسمها في جميع المجالات، وإن شاء الله القادم أفضل وكاو. أكيد رياض القادم أفضل، رياض الأكيد باش يكون أفضل، لأنه تونس فيها الإطارات وفيها الرجال، وتونس راهي غالية وعزيزة على الناس الكل، نمر بصعاب نمر بمشاكل، والأكيد الرجال موجودة اللي تحب البلاد وتحب تخدم البلاد. اليوم لو كان أي مترشح للمكتب الجامعي مهما كان الاسم نتاعو يكلم رياض البوعزيزي ويقول له مش تخدم كرة القدم التونسية، تلبي نداء الواجب رياض؟ أنا يا خالد راني معدي الجيش هذا باش تعرف. يعني أنا نعرف شنو معناه، نعرف شنو معناه يعني نخدم بلادي، فهمتني؟ بكل شرف ومعزة، بقينا يلزم تكون فريق اللي نعرفه باش يفيد البلاد، واللي باش يخدم صراحة يلزم يعاهد ربي ويعاهد العباد اللي كونه يكون في المستوى، و يعني كل عمل يتطلب نظافة اليد والقلب والمخ، وزاد كل إنسان يكون في موقعه، خاطر راهو اللي ياخذ موقع غيره ما ينجمش يفيد، واللي يجي في موقع مش موقعه راهو زاد ما ينجمش يفيد. على كل تونس كما قلت يعني فيها رجال وما توقف على حتى حد، بقينا إن شاء الله يعني يكون فريق مكتمل ببرنامج يكون مدروس بعناية، وإن شاء الله يعني تتغير القوانين باش تسمح لأكثر عدد ممكن من الناس، اللي لأن الرياضة مش مطلوب باش يعني تعمل لي قوانين تحد لي من الشانس نتاعي باش ندخل نخدم في الكرة. أنا يعني هذه قوانين تعجيزية ولا ما تخدمش الرياضة ككل. إن شاء الله يعني تتغير القوانين وتتغير قوانين بالأخص قانون الجمعيات والهياكل الرياضية وقوانين الانتخاب، ويصير تنقيح للقوانين اللي تعتبر مجحفة للكثيرين، وهكا نجم نعطوا فرصة للناس كل. وكما قلت لك العمل ما يقتصرش على أشخاص معينين، كل الناس قادرة تخدم البلاد هذه، كل من موقعه، وإن شاء الله يا ربي نشوف عباد تخدم البلاد وبحقيقة، وتعطي فرصة للأجيال اللي تحرمت، وتعطي فرصة للأجيال القادمة، وما فيها شيء يعني بالتجارب متاع الناس وبالتجارب متاعنا وبالخبرة متاع كل الناس اللي شاركت مع دراسة باهية وبرنامج باهي وبرنامج دولة، زادة تكون الدولة هي اللي يعني تقود الأمور هذه متعاونة،
وهكا نجموا نقدموا، لان اذا كان الدوله ما تحطش يدها في البرنامج هذا ما تنجمش، لان شفنا نحن على مستوى المنشآت الرياضيه يعني البلاد ولت يعني في يعني في اخر يعني في اخر الصفوف، ولينا بارابور حتى الافريق، مش نحكوا على البلدان الاخرى المتقدمه، كي تشوف المنشآت الموجوده في كوديفوار ولا في اغلب البلدان الافريقيه يعني، وتشوف نحن اللي ما عندناش يعني ملعب نجموا نلعبوا فيه يعني بالمواصفات الافريقيه والعالميه، يعني هنا يلزمنا يعني فما صيحه فزاعة. هذايا ان شاء الله الدوله تشوف له حل، لان يعني هذايا يتبع يعني الوزاره، وزاره الشباب والطفوله، وان شاء الله افكار جديده نجموا نقدموا، نجموا نعملوا المنشآت، ونجموا نعاودوا نرجعوا للصف للصفوف الاماميه، ونرجع مع الكبار، لان راهو عندنا قيمتنا عند البلدان هذاما، وعلى حتى مع النجوم هذا يعني واحد كي قعدت، مش انا برك يعرفوني يعني، يعرفوا اغلبيه النجوم السابقين نتاع تونس، وان شاء الله يعني يرجع مجد تونس في الرياضه ككل وفي كره القدم